السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن موضوع اسمه الماكرومولكيولز اوف سيلز. ده موضوع في ماده البيولوجي بيتكلم عن المركبات اللي حجمها الى حد ما كبير، ايه هي وبتتكون من ايه وايه شغلتها في الخلايا، وازاي بتدخل الخلايا او تطلع منها، وبتدخل في تركيب ايه. كل ده هنعرفه النهارده ان شاء الله. طيب انا عندي ايه هي اصلا الماكرومولكيولز دي؟ قال لي عندي ثلاث حاجات. اول حاجة البروتين، تاني حاجة البولي ساكرايدز او الكربوهيدراتس، والحاجة التالتة اللي هي النيوكليك اسيد او الحمض النووي اللي هو بيدخل في تركيب الدي ان ايه والار ان ايه. طيب بيقول لي تعريف كلمة ماكرومولكيولز، بيقول لي هي بوليمرز بتتكون من multiple covalently linked small molecules اسمها المونومرز. يعني ايه بقى الكلام ده؟ بقول لك مونومرز يعني مركبات صغيره او بتتكون من واحده واحده تتجمع مع بعضها عن طريق روابط تساهميه فتكون لي جزيئات اكبر اسمها البوليمرز، زي الشرايط كده. تلاقي حمض نووي او تلاقي امينو اسيد، يعني حمض امين مع امينو اسيد مع امينو اسيد يتجمعوا مع بعض عن طريق روابط تساهميه فيكونوا له شريط طويل اسمه البوليبيبتايد، وده بعد كده هيتكون منه البروتين والدي ان ايه والكلام ده كله. تعال نبدا في الاول نتكلم عن البروتين. طيب زي ما قلنا ان البروتين بيجي من جزيئات مونومرز تتجمع مع بعضها فتديني بوليمر اللي هو البروتين، او اسمه البوليبيبتايد يعني عديد البيبتيدات. طيب الروابط اللي بترتبط بها اجزاء الايه، الاجزاء الصغيره او المونومرز دي اللي هي الكوفالنت بوندز او الروابط التساهميه، بيقول لك تفاعلات اسمها الديهايدريشن رياكشن، يعني بيحصل فيها فقد لجزيء ميه. طيب تعال نشوف بقى، ده بيبقى شكل من اشكال البروتين زي ما انت فاهم كده، هنتعرف عليه دلوقتي ازاي بيتكون. تعال اما ناخد بقى في البداية الوحدة البنائية الاساسية للبروتين اللي هي الامينو اسيد او الحمض الامين. قال لك الامينو اسيد زي ما قلنا هو ده المونومر او البيلدنج يونت او الوحدة البنائية للبروتين، زي ما انت شايف بالمنظر ده كده. بيبقى عندك مجموعة أمين أو مجموعة أمينو اللي هي الـ NH3، مجموعة كربوكسيل اللي هي COOH، وكربونة مرتبط بها المجموعتين دولت بيسموها الألفا كربون، ومجموعة R دي بتختلف بقى حسب الحمض الأمين اللي عندي زي ما هنشوف أنواع الأحماض الأمينية دلوقتي. فبيقول لك الحمض الأميني ده بيبقى الـ ألفا أمينو أسيد. ليه بقى؟ قال لك ال لان مجموعه الامينو او الامين بتبقى على الشمال، والفا لانها بتتصل بذره الكربون الفا اللي هي اول كربونه بعد مجموعه الكربوكسيل. ادي مجموعه الكربوكسيل وادي الكربون الالفا، فبيبقى اسمه ال الفا امينو اسيد. يبقى خد بالك اي حمض اميني موجود في البروتين بيبقى اسمه ال الفا امينو اسيد. هنشوف دلوقتي انواع الاحماض الامينيه. هتلاقي عندي في 20 حمض اميني هم اللي بيدخلوا، طبعا في احماض امينيه كتير لكن اللي بيدخلوا في تركيب البروتين هم 20 حمض اميني. هنتعرف عليهم بالتفصيل دلوقتي. طب قبل ما نعرف ايه هم ال 20 حمض اميني دولت والتقسيمه بتاعتهم، بيقول لي كل الاحماض الامينيه الالفا كربون اللي فيها بتبقى اسيمتريك، يعني الحاجات اللي متصله بيها مش زي بعضها ما عدا حمض اميني واحد اللي هو الجلايسين. اللي هو ده، ادي الالفا كربون فيها اتش من فوق واتش من تحت وعشان كده هو سيمتري. لكن باقي الاحماض الامينيه لما تيجي تبص على استراكشر تلاقي واحد فيه ايه،
سي اتش 3، في واحده فيها ايزوبروبايل، تلاقي واحده فيها مش عارف حلقة بنزين، وهكذا. وبالتالي ينتج عن حكاية الأسيمتري ديت إن كل جزيء من الأحماض الأمينية يبقى موجود ليه تو ميرور ايمج، ديكسترو ايزومر وال او ليفو ايزومر. يبقى هو بيقول لك الالفا كربون دي بتبقى موجوده في السيمتريك فورم، وبالتالي ليها اتنين ميرور ايمج، ديكسترو وليفو ايزومر. ايه اللي انا عايزه بقى؟ زي ما قلنا اللي هو ال ايزومر او الليفو ايزومر، ده اللي بيدخل في تركيب البروتين. تعالى بقى نعمل كلاسيفيكيشن او تقسيم للامينو اسيدز دي. قال لك انا هقسمها بناء على حاجتين، اما احتياج الجسم ليهم اللي هي النيوتريشنال ريكويرمنتس، او على السولوبيليتي بيدوبوا في الميه ولا لا. فالتقسيمه الاولانيه بيقول لك النيوتريشنال ريكويرمنتس قسمتها لي الى اسينشال امينو اسيدز ونون اسينشال امينو اسيدز. قال لك من اسمها الاولانيه الاسينشال، يعني الجسم محتاجها ما بيقدرش يصنعها بنفسه، هو لو كان بيقدر يصنعها ما كانش احتاجها. فدلوقتي هو محتاج تجيله الاحماض الامينيه دي من بره الجسم عن طريق الاكل. طب ايه هي بقى الاسينشال امينو اسيدز؟ قال لك الايزولويسين، ليوسين، لايسين، ميثيونين، فينايل الانين، ثريونين، تريبتوفان، والفالين. معاهم الارجينين والهيستيدين بيعتبروا سيمي اسينشال امينو اسيدز، يعني الجسم بيحتاجهم من الاكل في خلال مرحله التشايلد هود او الطفوله بس، فما همش اسينشال بالكامل ولا نون اسينشال بالكامل، فسموهم سيمي اسينشال امينو اسيدز اللي هم الهيستيدين والارجينين. طيب النوع الثاني اللي الجسم بيصنعها بنفسه بالتالي مش محتاج تكون في الاكل، اللي هي نون اسينشال امينو اسيدز، باقي بقى الاحماض الامينيه. يعني انت احفظ واحد او احفظ جدول منهم يبقى الثاني على طول الباقيين، زي الالانين، ارجينين، اسبراجين، اسبارتيك اسيد، جلوتاميك اسيد او الجلوتامين، جلايسين، برولين، سيرين، والتيروزين. ممكن تلاقي اللي هي الاسبارتيك اسيد او الجلوتاميك اسيد ليها اسم ثاني اللي هي الاسبارتيت او الجلوتامين، هي هي مفيش مشكله. طيب التقسيمه الثانيه تابع للسولابيليتي او ذوبانها في الميه. قال لك في امينو اسيدز بتدوب في الميه او بتحب الميه فبيبقى اسمها هيدروفيليك امينو اسيدز، وفي امينو اسيدز ما بتحبش الميه فتبقى هيدروفوبيك، بيسموها كاره للميه. طيب ايه الحاجات اللي هي الهيدروفيليك؟ اللي هي ليها بولار سايد تشين، يعني مجموعه الار اللي هي دي بتبقى بولار، ودي غالبا بتكون موجوده على سطح البروتين بره، دي بتتفاعل مع الميه فتخلي البروتين سوليبل في الاكوا سوليوشنز. يعني البروتين بيبقى فيه حاجات على السطح بتاعه هيدروفيليك امينو اسيدز بتدوب في الميه، وبالتالي تخلي البروتين دايب في كل الحاجات الاكواس، وبيبقى عليها شحنه او تشارجد او ايونايز في البي اتش 7 اللي هو الفسيولوجيكال بي اتش، اللي هو البي اتش العادي بتاع الجسم. النوع الثاني اللي هو الهيدروفوبيك امينو اسيدز، دي الار سايد تشين بتاعتها بتبقى نون بولار وبالتالي ما بتدوبش في الميه، ودي بتكون موجوده جوه النواه او جوه الكور بتاع البروتين. يعني البروتين لما بيتلف على نفسه زي ما هتشوف دلوقتي السطح الخارجي بتاعه عشان يدوب في الميه بيطلع الامينو اسيدز اللي هي بتدوب في الميه او اللي بتحب الميه. طب والحاجات اللي ما بتحبش الميه بيدخلها جوه، بتبقى متغلفه او محطوطه جواه بحيث تبقى بعيده عن الميه.
تعال بقى نشوف الاستراكشر او التركيب بتاع البروتين. قال لك البروتين بيمر بكذا مرحلة عشان يوصل للشكل النهائي بتاعه اللي هو اللي انت شايفه ده. بيبدأ الأول مجموعة من الأحماض الأمينية ترتبط مع بعضها عن طريق بيبتايد بوند أو روابط بيبتيدية، فتكون لي البولي بيبتايد اللي هو الشريط ده. شوف أدي حمض أميني، جلايسين، فينيل ألانين، تيروزين، جلوتاميت، رابطين مع بعض عن طريق البيبتايد بوند، فده بيسموه البرايمري ستراكشر. يبقى كل اللي موجود في البرايمري ستراكشر عبارة عن أحماض أمينية مربوطة مع بعضها بالبيبتايد بوند. بعد كده يبدأ يعمل لك شيتس أو ياخد شكل لولبي، حاجة اسمها البيتا شيت والألفا هيليكس. دي حاجات مش عليك بس عشان تفهم بس الفكرة ماشية ازاي، هتاخدها بعد كده إن شاء الله. فده بيسموه السكندري ستراكشر. بعد كده يبدأ ياخد شكل ثلاثي الأبعاد أو 3 دايمنشنال ستراكشر اللي هو اللي أنت شايفه ده. وبعد كده يحصل له فولدنج عشان يديني الشكل النهائي للبروتين اللي هو الكواترنري ستراكشر. طيب كده احنا عرفنا البروتين بيتكون من ايه. يبقى احنا قلنا مجموعة احماض امينية اتجمعت مع بعض ربطت بعضها بتايت بوندس، بعد كده بدأت تتلف بشكل معين خدت السكندري ستراكشر، بعد كده بدأت تاخد شكل ثلاثي الابعاد اللي هو التيرشر ستراكشر، وبعد كده خدت الشكل النهائي اللي هو الكواترنال ستراكشر اللي بيفضل البروتين عليه. بقول لك عندي حاجه اسمها الاوليجوميريك بروتينز. دي بروتينات بتتكون من اكتر من بولي بيبتايد تشين. يعني ايه الشريط اللي انت شايفه ده؟ اسمه البولي بيبتايد، شريط البولي بيبتايد. الشريط ده ممكن في الاخر يكون بروتين شريط واحد. طب انا عندي بعض انواع البروتينات بتتكون من اكتر من شريط من البولي بيبتايد، دي بيسموها الاوليجوميريك بروتينز. قال لك مثال عليها ايه؟ الهيموجلوبين اللي هو موجود في الدم زي ما انت شايف كده، بيحتوي على الفا تشين وبيتا تشين اللي هي تبقى حاجات الفا هيليكس وبيتا شيتس موجوده في السكندري ستراكشر، بيتجمعوا مع بعض عشان يكونوا لي البروتين اللي هو الهيموجلوبين. طيب تعال نشوف بقى البيبتايد بوند اصلا الاحماض الامينيه بترتبط من خلالها دي بتتكون ازاي. ادي حمض اميني وادي كمان حمض اميني، ده في مجموعه امين وادي مجموعه كربوكسيل. قال لك الاثنين يبدأوا يقربوا من بعض فيحصل الالتحام زي ما انت شايف كده. هنا كربونة تفقد او اتش والان تفقد اتشاية فيطلع جزيء مية، ويربطوا مع بعض الان تربط مع الكربون بالمنظر اللي انت شايفه ده، فيكون لك البيبتايد بوند. طبعا ده بيحصل في البولي بيبتايد او الشريط بتاع البولي بيبتايد كله. تيجي الحمض الاميني مع الحمض الاميني يفقد ميه ويرتبطوا ببعض. تعال نشوف الكلام ده بصوره اوضح شويه. حته فاني كده في البدايه. هنا ادي الحمض الاميني مثلا الجلايسين. هنا بيقول لك البيبتايد بوند وظايفها ايه. وادي حمض اميني تاني مثلا الالانين. شوف ادي الان ربطت مع الكربونه وفقد جزيء ميه وادالك داي بيبتايد، يربط بهم كمان حمض اميني تاني يبقى بولي بيبتايد وتكمل السلسلة. شوف زي ما انت شايف كده، حمض أميني مع التاني مع التالت وهكذا.
طيب عندي حاجة تانية اسمها الداي سلفايد بوند، دي بتتكون بعض الأحماض الأمينية بتكونها، هي بتحتوي على مجموعة اس اتش، فبيجي مجموعة الاس اتش من المركب مع مجموعة اس اتش كمان من المركب التاني يفقد 2 اتش وترتبط الاس بالاس فيديني حاجة اسمها الداي سلفايد بوند. طيب تعالى بقى نشوف الاستراكشرز بتاع ال20 حمض اميني اللي بيدخلوا في تركيب البروتين واللي احنا قسمناها قبل كده هيدروفيلك وهيدروفوبيك او اسينشال ونون اسينشال. قال لك انا عندي اربع تقسيمات او اربع تقسيمات، اتنين اساسيين والتانية تحتها تلاتة. فالنوع الاول اللي هي الهيدروفوبيك امينو اسيدز اللي هي بتحتوي على نون بورال سايد تشين، دي عندك الالانيل تحتوي على سي اتش 3، فالين. خد بالك ان الاستراكشر الاساسي ثابت اللي احنا خدناه في الاول ده، الاستراكشر ده ثابت، يعني الكربونه معاها اتش معاها مجموعه الامين معاها مجموعه الكربوكسيل، ده ثابت في كل الامينو اسيدز، تغيير بس هيبقى في الار سايد تشين اللي هي المجموعه الجانبيه دي. فتيجي عندك الالانين في سي اتش 3، الفالين كربونه ومعاها 2 سي اتش 3، الليوسين كربونه كربونه ومعاها 2 سي اتش 3، تعالى الايزوليوسين في ثلاث كربونات اولانيه فيها سي اتش 3 او ايزوبروبايل، عندك بعد كده فينايل الانين بيحتوي على كربونه مع حلقه بنزين، تيروزين كربونه ومعاها فينول او معاها حلقه بنزين عليها او اتش، تريبتوفان ده بيحتوي على حاجه اسمها الاندور رينج حلقه بنزين ومعاها حلقه خماسيه فيها ان، في بعد كده حاجه اسمها الميثيونين ده بيحتوي على كربونتين او ثلاث كربونات بينهم اس، المجموعات اللي احنا قلناها دي اللي هي الالانين الفالين ليوسين ايزوليوسين فينايل الانين تيروزين تريبتوفان والميثيونين، دي كلها هيدروفوبيك لانها بتحتوي على نون بولار سايد تشين زي ما انت شفت كده. طيب النوع الثاني اللي هو الهيدروفيليك امينو اسيدز اللي بتحتوي على بولار سايد تشين، قال لك الاسبارتيت او بيسموه الاسبارتيك اسيد والجلوتاميت او الجلوتاميك اسيد، دي بيسموها الاسيديك سايد تشين، اسبارتيت وجلوتاميت زي ما انت شايف كربونه، احنا قلنا البيزك ستراكشر اللي عندي كربونه معاها سي او او اتش معاها ان اتش 3 معاها اتش، الار سايد تشين في الاسبارتك تلاقي كربونه اللي هي سي اتش 2 يعني ومعاها سي او او اتش، في الجلوتاميك تلاقي كربونه وكمان كربونه معاها سي او او اتش، تلاقي بعد كده ان تشارجد ار جروبس زي الاسبراجين كربونه وكربونه معاها دبل بوند او ان اتش 2، او جلوتامين نفس الكلام كربونتين كربونه دبل بوند او ان اتش 2، ثريونين او ثريونين كربونه ومعاها او اتش وسي اتش 3،
والسيرين CH2OH دي بيسموه بولر امينو اسيد ومعاه انتشارجد ار جروب اللي هي الاسبراجين جلوتامين سيرين وثريونين. طب تالت حاجه اللي هي البيزك او الامينو اسيد تحتوي على بيزك سايد تشين قال لك اللايسين اربع كربونات اخرهم NH3. طبعا لما نقول كلمة كربونة يبقى كربونة ومعها H2، يعني أي كربونة يبقى معها H2، لأن زي ما احنا عارفين الكربونة بقى معها أربع روابط، فهي مرتبطة من فوق بكربونة ومن تحت بالباقي، يبقى فاضل لها اتنين فري تحط فيهم اتنين H عشان بس محدش يقول ايه الكربونة دي. يبقى زي ما قلنا اللايسين ده بيزك سايد تشين أو أمينو أسيد في بيزك سايد تشين أربع كربونات ومعاهم NH3. الأرجينين ثلاث كربونات NH كربونة معاها اهي دبل بوند NH2 وسنجل بوند دبل بوند NH وسنجل بوند NH2. ده شكل مميز اللي هو الأرجينين أمينو أسيد. وآخر حاجة الهستيدين أمينو أسيد بيحتوي على حاجة اسمها الإيميدازول رينج اللي هي حلقة خماسية بتحتوي على 2N أو 2NH. طيب تعالى نعمل مراجعة سريعة على الكلام ده عشان بس الناس ما تتوهش. انت عندك الأمينو أسيدز اتقسمت إلى تقسيمتين، حاجات بتحتوي على بولار جروبس فبتبقى هيدروفيلك بتدوب في المية، حاجات بتحتوي على هيدروفوبيك بتحتوي على نون بولار سايد تشين او نون بولار جروب فما بتدوبش في الميه بتبقى هيدروفوبيك. قال لك الهيدروفيلك ليها ثلاث تقسيمات، حاجات اسيدك زي الاسبارتيت والجلوتاميت، حاجات بيزك زي اللايسين والارجينين والهيستيدين، وحاجات ان تشارجد ما لهاش شحنه زي الاسبراجين والجلوتامين والسيرين والثريونين. طيب في بعض النوتس كده قال لك الامينو اسيد اللي هو الجلايسين اللي هو ده is the smallest امينو اسيد، اصغر امينو اسيد. ليه؟ مفي الار سايد تشين بتاعته عباره عن اتش بس. طيب في امينو اسيد تاني اللي هو السيستاين، بيحتوي في السايد تشين بتاعته على حاجة اسمها سلفا هيدرايل جروب اللي هي CH2SH، بيسموها السلفا هيدرايل جروب. دي ممكن يحصل لها اوكسيديشن وتكون لي داي سلفايد بوند، ودي وظيفتها انها بتعمل استابيلايزيشن او تثبيت للاستراكشر بتاع البروتين اللي هو بيبقى فولد. نشوفنا قبل كده ادي الداي سلفايد بوند مركب اللي هو ده سيستاين اخره او الار سايد تشين بتاعته CH2SH، ارتبط مع كمان واحد عامل لي داي سلفايد بوند الاثنين اس ربطوا في بعض، ده بيعمل استابيلايزيشن او ستابيليتي للكوترنال استراكشر بتاع البروتين او الفولدد استراكشر بتاع البروتين، فيخليه ثابت ما يتكسرش بسرعه. في امينو اسيد تاني اسمه البرولين وده سايكليك امينو اسيد اللي هو ده، وده بيعمل زي ايه او بيقلل عملية الفولدنج لان هو ريجيد او بيسموه كده بالبلدي ناشف او جامد، فعملية الفولدنج او الالتواء بتاعته بتبقى صعب لان هو زي ما انت شايفه كده. طيب هنتكلم بعد كده، احنا خدنا دلوقتي البروتين بيتكون من سمول يونتس اللي هي الامينو اسيد اتجمعت مع بعضها عملت لي بوليبيبتايد، حصل له فولدنج لحد ما اداني الشكل النهائي،
وخدنا ال20 امينو اسيد اللي هما بيدخلوا في تركيب البروتين والتقسيمه بتاعتهم. طب ايه هي اصلا وظائف البروتين؟ يعني انا الجسم بيخلق البروتين او بيصنعه ليه؟ قال لك البروتين ده بيدخل في المكونات البنائيه او الاستراكشرال كومبوننتس بتاع الخلايا. يعني الخليه بتبني مكونات جواها، من ضمن مكونات الحاجات اللي الخليه بتعملها البروتين. قال لك بيعمل نوع من قنوات الانتقال او بيسموها ترانسبورت سبستانسز في البلازما ممبرين. هناخد بعد كده ان شاء الله ان الخليه محاطه ببلازما ممبرين، من ضمن الحاجات المكونه ليه حاجه اسمها ترانسبورت بروتين. بروتينات بتبقى موجوده بتعمل لي حاجه زي القنوات عشان تنقل المواد من بره الخليه الى جواها او العكس. قال لك ممكن البروتين ده يعمل لي انزيمز، الانزيمز دي بتعمل او بتدخل في التفاعلات الكيميائيه المختلفه اللي بتتم جوه الجسم كعوامل محفزه ليه. قال لك برضو من ضمن وظائف البروتين انه ممكن يرتبط بجينات معينه ويعمل لها اكتيفيشن او انهبيشن. يعني انا عندي جين معين عشان يشتغل لازم يرتبط ببروتين معين، وعشان يوقف بيرتبط ببروتين تاني. بيقول لك ممكن تبقى محطة نقل إشارات. يعني إيه الكلام ده؟ يعني الخلية عايزة تبعت إشارة من مكان جواها لمكان تاني تبعته أو تحمله على بروتين، تبقى خلية عايزة تبعت إشارة لحاجة بره منها، قال لك تحمله برضو على بروتين. ممكن تبقى موتورز تحرك المولكيولز في كل مكان. ودلوقتي ما يتكلم عن الوظائف بتاع البروتين، قال لك ممكن تبقى ليها وظائف بنائيه، ممكن تنقل المواد من والى الخليه، ممكن تبقى انزيمات، ممكن تنقل الاشارات. يعني من اهم الحاجات اللي الجسم او الخليه محتاجاها عشان تؤدي الوظيفه بتاعتها. طيب هنتكلم على الحاجة التانية أو النوع التاني من الماكروموليكيولز اللي موجودة جوه الخلايا، وهي الكربوهيدراتس. والكربوهيدراتس ديت ليها أكتر من نوع. فقال لك ممكن تبقى مونوساكرايدز يعني سكريات أحادية، أو دايساكرايدز سكريات ثنائية، أو بوليساكرايدز يعني سكريات عديدة أو متعددة. طيب ايه هي البيلدنج يونت او البيلدنج بلوك في بناء البولي ساكرايدز او الكربوهيدرات؟ احنا قلنا البيلدنج يونت بالنسبه للبروتين هي الامينو اسيد. طب هنا بالنسبه للكربوهيدرات قال لك المونو ساكرايد، حاجه زي الجلوكوز مثلا اللي هي السكريات الاحاديه. طيب المونو ساكرايدز دي عشان ترتبط ببعضها بترتبط عن طريق ايه؟ قال لك حاجه اسمها الجلايكوسيديك بوند. يعني مونوساكرايد او جزيء زي الجلوكوز يرتبط مع جزيء تاني عن طريق حاجه اسمها الجلايكوسيديك بوند، زي البيبتايد بوند بالنسبه للبروتين. طيب بيقول لك كل المونوساكرايدز بتحتوي على هيدروكسيل جروب والدهايد او كيتون جروب، دي حاجه اساسيه. شوف ادي الاو اتش وادي الدهايد او الكيتون جروب. طيب تعال نتكلم في الاول على اول حاجه في المونوساكرايد اللي هو الجلوكوز، اللي هو سي 6 اتش 12 او 6، وده اكبر مصدر للطاقه في معظم الخلايا او السورس اوف انرجي فور موست سيلز. قال لك الجلوكوز ده ممكن يبقى موجود في اكتر من شكل، ممكن يبقى لينير او ممكن يبقى واخد البايران فورم اللي هو الشكل السداسي، او الفيوران فورم اللي هو الشكل
الخماسي، فيبقى اسمه بايرانوس او فيورانوس. قال لك انا عندي الجلوكوز اسمه الدي جلوكوز، طيب ايه الخصائص او المميزات بتاع كل مركب من دول؟ يعني ممكن يبقى جلوكو بايرانوز او جلوكو فيورانوز، ايه الفرق او ايه المميز بين كل واحدة من دول؟ قال لك ده بيسموه اللي هو البايرانوز فورم سايكليك او 1.5 سايكليك هيمي اسيتال جاي من كوندنسيشن رياكشن ما بين الالدهايد جروب في الكربونه الاولى والهيدروكسيل جروب في الكربونه رقم 5. شوف خد بالك، ادي هنا الالدهايد جروب وادي الهيدروكسيل جروب، يحصل بينهم كوندنسيشن رياكشن فيديني الشكل ده 1.5 سايكليك هيمي اسيتال اللي هو الجلوكو بايرانوز، وده الموست اباندنت او الاكثر شيوعا او اللي هو الموجود بصوره اكتر. طيب الشكل الثاني قال لك الجلوكو باير فيورانوز، وده برضو سايكليك هيمي اسيتال بس 1.4. يبقى خد بالك الاول كان 1.5 الكربونه الاولى اللي هي الالدهايد جروب مع الهيدروكسيل في الكربونه الخامس، هنا الكربونه الاولى هتتفاعل مع الهيدروكسيل جروب في الكربونه الرابع. شوف خد بالك 1 2 3، هنا 1 2 3 4، ادي الكربونه الرابعه اهيت معها او اتش جروب. في البايران او البايرانوس فورم كان ادي 1 2 3 4 5 في الكربونه الخامسه في اتنين البايرانوس فورم، لكن الفيورانوس فورم الكربونه الاولى اللي هو مجموعه الالدهيد في الكربونه الاولى تتفاعل مع الاو اتش في الكربونه الرابعه، فيبقى اسمه 1.4 سايكليك هيمي اسيتال. وزي ما قلنا الفرق الاساسي ان ده 6 او حلقه سداسيه انما ده حلقه خماسيه. بيقول لك الجلوكوز ده ممكن يبقى ليه انومرز، يعني هيبقى ليه مثلا اكتر من شكل زي ما قلنا ده الشكل الاساسي بتاعه، لكن ممكن يبقى الفا او بيتا، يعني الفا دي جلوكو بايرانوز، يعني الهيدروكسيل جروب والاختلاف كله هو نفس المركب اهوت فوق CH2OH ادي الاو OH OH، الاختلاف كله في الكربونه الهيدروكسيل اللي مرتبطه بالكربونه الاولى. فلو كانت الفا تبقى داون وورد او تحت الحلقه زي ما انت شايف كده، لكن لو بيتا دي جلوكوز يبقى مجموعه الهيدروكسيل اللي مرتبطه بالكربونه الاولى هتبقى فوق الحلقه او اب وورد. ده الفرق بين الالفا جلوكوز والبيتا جلوكوز، مجموعة الهيدروكسيل اللي مربوطة بكربونة الأولى لو تحت يبقى ألفا لو فوق يبقى بيتا. طيب في أشكال تانية للمونوساكرايدز، قال لك عندي حاجة اسمها الديمانوز والدي جالاكتوز، ودول ايبيمرز للجلوكوز، يعني انت مجرد بتغير في مجموعه او مكان الاو اتشات يدي لك ايبيمرز مختلفه، مره يديك منوز مره يديك جالاكتوز. ده بالنسبه للمونوساكرايد. تدخل بعد كده على الدايساكرايدز، عندي مونوساكرايد ارتبط مع مونوساكرايد اداني دايساكرايد، وقلنا عن طريق جلايكوسيديك بوند، وهنشوف ازاي الجلايكوسيديك بوند بتحصل دلوقتي.
فقال لك من ضمن الدايسكرايز اللي عندي اللاكتوز، اللي هو بيسموه سكر اللبن او الميلك شوجر. اللاكتوز ده بيتكون زي ما انت شايف كده، جزيء جلوكوز مع جزيء جالاكتوز، شوف ارتبطوا عن طريق الاو فدالك اللاكتوز. طيب عندك نوع تاني من الدايسكرايد اسمه السكروز، وده بيتكون من جزيء جلوكوز مع جزيء فركتوز. طبعا الارتباط عن طريق ان هم هيفقدوا جزيء ميه او اتش من واحد مع اتش من واحد ويرتبطوا عن طريق الدايسلفايد الجلايكوسيديك بون، فيديني سواء اللاكتوز او السكروز، عبارة عن جلوكوز وفركتوز زي ما قلت. ادي جزيء الجلوكوز وادي جزيء الفركتوز هو السكر الخماسي. بيقول لك السكروز ده هو الناتج الاساسي لعملية الفوتوسينثيز اللي بتحصل في النبات. طيب تعال نشوف بقى الجلايكوسيديك بوند بتتكون ازاي. ادي جزيء جلوكوز، ادي جزيء جلوكوز ارتبطوا عن طريق جلايكوسيديك بوند. تعال نبص عليها كده، شوف ادي المركبين اهوت، واحد هيفقد او اتش والتاني هيفقد اتش فيطلعوا جزيء ميه اهوت. ادي جزيء ميه طلع وارتبطوا عن طريق الاو جلايكوسيديك كوفالنت بوند عشان تعكس ترجع الميه تاني، فكل واحد اللي فقد الاو اتش ياخدها واللي فقد الاتش ياخدها ويرجعوا زي ما هم تاني. شوف كمان مرة، ادي مركبين جلوكوز وجلوكوز هيرتبطوا عن طريق الجلايكوسيديك بون، طلعوا لي جزيء مية، شوف خد بالك، ويرتبطوا عن طريق الاو، ويبدأ كمان يربط واحد من هنا وواحد من هنا، وتكمل السلسلة بقى عشان يديني بعد كده. احنا زي ما قلنا الاتنين دول ربطوا في بعض فاداني الدايسكرايد. طيب لو اكتر من واحد ده يعني 3 4 5 10 50 زي ما هو كاتب لك هنا الان، يديني حاجه اسمها البولي ساكرايد او السكريات المتعدده او العديده. يقول لك ده مركب اساسي اللي هي البولي ساكرايدز دي في السيل وول بتاع خلايا النباتات والسكيلتون او الهيكل العظمي بتاع الحشرات اللي هي الانزكس، وهو الاستورج فورم بتاع الكربوهيدرات في النباتات والحيوانات. يبقى هو ليه وظيفة بنائية في النباتات والحشرات، وليه وظيفة تخزينية في النباتات والحيوانات. قال لك من ضمن الأمثلة عليه حاجة اسمها الجلايكوجين اللي هو بيتخزن في الكبد لما الإنسان يكون عنده جلوكوز كتير ومحتاج يخزنه فيحوله للجلايكوجين عشان لما يجي يحتاج طاقة بعد كده يكسره فيطلع منه الجلوكوز اللي هو بيستخدم في ايه؟ انتاج جزيئات الطاقة اللي هي الاي تي بي وهكذا. المهم يعني فعندك الجلايكوجين، عندك حاجة اسمها الستارش، عندك حاجة اسمها السليلوز. قال لك الجلايكوجين ده زي ما قلنا هو الاستورج فورم بتاع الكربوهيدرات في خلايا الحيوانات، وبيكون هايلي برانشد بوليمر من الجلوكوز. احنا زي ما قلنا في الاول ان البوليمر عبارة عن بيلدينج يونتس ارتبطت مع بعضها ب جلايكوسيديك بوند عملت لي بوليمر، فبقول لك هو هايلي برانشد يعني في فروع متعددة زي ما انت شايف كده، جلوكوز وجلوكوز وجلوكوز عمالين يرتبطوا مع بعض بجلايكوسيديك بوندج او جلايكوسيديك بوند، فيديني جزيء او مركب الجلايكوجين ده اللي هو الجسم هياخده ويخزنه في الكبد لحد ما يحتاجه. طيب قال لك النوع التاني اللي هو الستارش، ده البرايمري ستورج فورم للكربوهيدرات
بس في خلايا النباتات. يعني الجلايكوجين ده تخزين الكربوهيدرات في الحيوانات، لكن الاستارش بياخد جزيئات الكربوهيدرات او الجلوكوز يربطها مع بعضها ويجي مجمعها في شكل ستارش. قال لك بتتكون من حاجه اسمها الاميلوز وده ان برانشد، وحاجه اسمها الاميلوبيكتين وده هايلي برانشد فور. شوف نفس الكلام برضو هنا، اميلوز واميلوبيكتين كونوا لي الستارش. بيقول لك الاثنين اللي هو الستارش والجلايكوجين بيتكونوا من الفا انومر اوف جلوكوز مش بيتا، زي ما خدنا من الالفا الاو اتش بتبقى تحت بتاع الكربون الاول زي ما انت شايف كده. طيب الحاجة التالتة من بولي ساكرايدز اسمها السليلوز، ده مركب اساسي في خلايا النباتات تحديدا في السيل وول او الجدار بتاع الخليه. قال لك بيتكون من ان برانشد بوليمر، يعني بوليمر ملوش تفرعات، من بيتا انومر اوف جلوكوز. خد بالك بقى ادي الاو اتش اهيت فوق، ادي الاو اتش فوق، خدت بالك؟ يبقى الفرق بين الجلايكوجين والستارش والسليلوز، الستارش والسليلوز الاثنين موجودين في النباتات، الجلايكوجين في خلايا الحيوانات. طب ايه الفرق بقى بالنسبه لشكل الجلوكوز نفسه؟ قال لك الستارش والجلايكوجين بيجتمعوا في حاجه ان هما الاثنين الفا انو يعني الاو اتش تحت، لكن السليلوز بيتا انومر يعني الاو اتش فوق. يبقى الالفا جمعت لي الجلايكوجين والستارش، ونوع الخلايا نفسه نبات ولا حيوان جمع لي الاستارش والسليلوز. طيب بيقول لك ليه خلايا الانسان ما تقدرش تهضم السليلوز؟ يعني هي تقدر تهضم الاستارش بس ما تقدرش تهضم السليلوز. بيقول لك لان خلايا الانسان بتقدر تكسر الالفا جلايكوسيديك بوند اللي هي الالفا انومر، لكنها ما تقدرش تكسر البيتا جلايكوسيديك بوند اللي هي موجوده في السليلوز. خد بالك من الحته دي. يبقى ليه الانسان يقدر يكسر الستارش لكن لو دخل له سليلوز ما يكسروش، ينزل مش مهضوم؟ لان ما عندوش انزيمات تقدر تكسر البيتا جلايكوسيديك بوند اللي موجوده في السليلوز. بيقول لك البقر والجاموس والحاجات دي بتقدر تكسر السليلوز ليه؟ قال لك لان عندها بكتيريا في الامعاء بتاعتها بتقدر تكسر السليلوز ده. بيقول لك بتحتوي على سليلوز ديجريدنج بكتيريا، يعني هي نفسها ما عندهاش انزيمات تكسر لكن جواها انواع من البكتيريا بتكسر السليلوز. كده يبقى جزء الاول في الماكروموليكيولز خلص اللي هو البروتين والكربوهيدرات. يبقى احنا مراجعه سريعه للي خدناه، احنا خدنا النهارده الماكروموليكيولز اللي جوه الخلايا، بروتينز والبوليساكاريد او الكربوهيدرات. قلنا ان البروتين بيتكون من امينو اسيدز اللي هي البيلدنج يونت بتاعته، بتتجمع مع بعضها عن طريق بيبتايد بوند وتديني شريط طويل اسمه البولي بيبتايد. الشريط ده يفضل يتلف مع بعضه عشان يديني 3D dimensional structure او شكل ثلاثي الابعاد. ممكن يتكون من شريط واحد من البولي بيبتايد او اكتر من شريط زي الهيموجلوبين. خدنا الامينو اسيدز وتركيبها، قلنا انها بتتكون من مجموعة امين كربونة معها مجموعة أمين، مجموعة كربوكسيل اتشاية وار سايد تشين، ودي اللي بتفرق لي بين أنواع الأمينو أسيدز. قلنا إن الأمينو أسيدز عبارة أو اللي بتدخل في تركيب البروتين 20 أمينو أسيد،
وقسمناهم اسينشال ونون اسينشال حسب الجسم بيقدر يصنع مين فيهم وما بيقدرش يصنع مين، وتابع السولابيليتي، حاجات بتدوب في الميه وحاجات ما بتدوبش. وعرفنا ايه هي وظائف البروتين، انه بينقل المواد من مكان لمكان، مسؤول عن الاستراكشر او البنية الاساسية لبعض المركبات، مسؤول عن عملية نقل المواد من والى الخلية، وكذلك نقل الاشارات. بعد كده خدنا الكربوهيدرات، وقلنا انها عبارة عن سكريات سواء احادية او ثنائية او متعددة، وترتبط مع بعضها عن طريق جلايكوسيديك بوند. قلنا من ضمن المونوساكرايدز حاجة اسمها الجلوكوز، ليه أكتر من شكل، إما بايرانوز فورم أو فيرانوز فورم حسب ارتباط مجموعة الألدهايد في الكربونة الأولى بمجموعة الهيدروكسيل. لو في الكربونة رقم 5 يبقى بايرانوز فورم، لو في الكربونة رقم 4 يبقى فيرانوز فورم اللي هو الشكل الخماسي أو الشكل السداسي. وقلنا ان الجلوكوز ممكن يبقى الفا او بيتا جلوكوز او الفا او بيتا انومر بناء على الوضع او الموضع بتاع الهيدروكسيل اللي مربوطه بالكربونه الاولى، لو تحت يبقى الفا لو فوق يبقى بيتا. بعد كده اتكلمنا على الدايساكرايدز، وقلنا ان فيها حاجه اسمها اللاكتوز او السكروز، اتنين جزيئين من المونوساكرايد ربطوا مع بعض عن طريق جلايكوسيديك بوند، وعرفنا ازاي بتتكون الجلايكوسيديك بوند. بعد كده اتكلمنا على البوليساكرايدز، قلنا اكتر من مونوساكرايد ارتبطوا مع بعض عن طريق جلايكوسيديك بوند. مثال على كده الجلايكوجين، ده موجود في خلايا الانيمالز، والستارش موجود في خلايا النباتات، والاثنين بيبقوا الفا انومر، وفي حاجه تانية موجوده في النباتات بس بيتا انومر اللي هي السليلوز. بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن جزء النيوكليك اسيد، وبعد كده اخر جزء في الموضوع ده اللي هو ازاي بقى الخليه بتدخل المركبات دي جوه او بتطلعها بره. بالتوفيق ان شاء الله، جزاكم الله خير.